أهلا بكم بسلسلة البالو ألتو نيتوركس تكنولوجيز. وصلنا إلى الدرس الثاني، ما زلنا بموضوع الانترودكشن. أجهزة بالو ألتو ناخذ فكرة عنها، عندها ال 7000 سيريز اللي هو مثل ما تشوفه للديتا سنتر والهيفي ديوتي جوب، بعدها ال 5200 وال 3200 وال 800، وللبرانشات دائما يستخدمون ال 220 220 وال 800 وال 320. هذني من الفايروالات المهمة عند بالو. طبعا ال 220 تحديثات بتصير كثيرة، مثل ما قلت لك هو تقريبا أرخص واحد ويستخدم بالكثير من البرانشز. الفقرة الأخرى بالفايروالات أو النكست جينيريشن فايروال طبعا سمتها ستراتا، هسه الفايروالات مالتها طلقت عليها هذا الاسم. طبعا عندها سيريز اخر للفايروالات الخاصه بالكلاود، تقدر تنصبها بالكلاود، الاي دبليو اس، الاجور، اللي هي ال 700 في ام، يعني هي فايروال في ام، وال 500 وال 300 وال 100 وال 50. طبعا ال 50 ابسطهن، و نقدر نقول القدرة الاستيعابية مالتها شغالة جيدة، بس في حالات أخرى تحتاج VMات أخرى أو تحتاج موديل آخر من البالو اللي هو يا أما 500 أو 300. 300 جيد كذلك. إذا عندها نوعين أو خطين من الإنتاج، هاردوير و سوفتوير. بعد ظهور الكلاود وظهور الفايروالات تشتغل بالكلاود، مثل ما قلنا الفايروال مثل ما شفنا عمله الأساسي هو يكون بين ميدل أو مان إن ذا ميدل بالنص بين الشبكة مالتك والشبكة الأن تراست وبقية الزونات، وينظم عملية السكيورتي بين هاي المناطق. تمام، هل فقط هذا عمله؟ لا، عمله الآخر هو توفير الـ VPN connection. VPN connection اللي هو الاتصال المحمي Virtual Private Network بين side to side دائما هيك يكتبوها، أو بين Remote Access يعني User. أوكي، Remote Access شون اليوزر قاعد بالبيت هنا مالته، فيريد يروح للشركة. أوكي، خلينا نقول هنا للديتا سنتر هنا، فحيروح من خلال الإنترنت، حيروح بالانترنت، الانترنت يوديه على public IP، يوديه على الفايروال، الفايروال يبني تنل بينه وبين هذا اليوزر، تنل محمي secure، وهذا التنل يودي شنو؟ يودي على البرانش، فيبدي هذا الخط المتموج اللي دا تشوفه هنا، هذا هو كله حيصير secure tunnel بين اليوزر والديتا سنتر. هذا يسموه remote access. ليش؟ لأنه يوزر دا تشوفه دا يسوي ريموت اكسس، وعموما مثلا شركة كبيرة عندها آلاف اليوزرية، فهل هذا الفايروال يقدر يغطي هاي الآلاف اليوزرية؟ طبعا هذا حنشوفه بالكاباسيتي للفايروالز. تمام، فالجوب أو يعني الأساس عمل الفايروال بخاصية الـ VPN مثل ما تشوف، سوى VPN هنا بين اليوزر وبين البرانش أو الديتا سنتر مثل ما شفناها هنا بين اليوزر هنا. أوكي، وبنى تنل على شبكة انسيكيور غير محمية. تمام، شنو السايت تو سايت الـ VPN؟ طبعا حنشوفها بالكونفيجريشن، فقط هاي فكرة سريعة. السايت تو سايت مثلا شركة عندها فرع في مدينة وفرع آخر في مدينة أخرى، فاثنيناتهم يحتاجون شنو؟ يحتاجون يسوون connection secure. شون يعني connection secure؟ طبعا اثنيناتهم عندهم انترنت. okay. فمن خلال هذا الانترنت، هذا البرانش، هاي الدائرة أنا سميتها البرانش الأول أو الفرع الأول برانش 2. okay. يروحون للانترنت، من الانترنت عندهم اتصال للpublic IP للفايروال من هنا، للبابليك اي بي للفايروال من هنا مثلا. اوكي، والفايروال حيبني بيناتهم شنو؟ حيبني بيناتهم سكيور تنل فيرجوال، يسموه الاي بي سيك تنل او الجي ار اي تنل، انواع كثيره من التنلات، حتى يبدي الارسال بين البرانش 1 والبرانش 2 بالسكيور مانر، انه حيصير شنو؟ هذا
مشفر طبعا داخل الانترنت، هذا اكيد حيكون مشفر بين السايت تو سايت، يسموه سايت تو سايت هيك يكتبوها. تمام؟ اذا عمل الفاير وول مع عمل الاخر هو مسؤول على موضوع شنو؟ مسؤول على موضوع موضوع الفي بي ان. اوكي، وهذا موضوع مهم جدا حقيقه. زين، من صار موضوع الفي بي ان وهو مسؤول عليه، يعني ليش انا داري اوصل لهاي النقطه او ليش دا اقول هالهاي النقطه؟ هاي نقطه مهمه. ليش؟ لانه من الفاير وول فيزيكال كان، وبعدين دي يروح بشكل كبير للكلاود. اوكي، خلى البالو التو تفكر، قالت لك دقيقه، ليش ما ابدي افكر واسوي منتج جديد اسمه بريزما ساسي او سكيور اكسس سيرفيسز ايدج، اللي هذا حقيقه هي ثوره السكيورتي والنتورك معا بالكلاود. مره اخرى، ثوره السكيورتي والنتورك توجذر راحوا للكلاود، سموها ساسي. حنجي نشوف. قلت لك بما ان عندي فيزيكال فاير وول، والفاير وولات مالتي اقدر اخليها بالكلاود، زي ليش ما اسوي الاتي؟ قال لك انا عندي هنا يوزر بالهند، شوي ركز وياي، خلينا نقول هنا بالهند انديا، اوكي، وعندي يوزر هنا بامريكا، اوكي، يو اس. هذول اثنيناتهم اذا رادوا يوصلون للديتا سنتر هنا، اوكي، بدنا نحكي في ام في بي ان العفو، وهذا الفي بي ان اللي بدنا نحكي به هو ريموت اكسس، لانه يوزريه مثلا. هذول اذا اريدهم يجون للديتا سنتر بامريكا او اريدهم يروحون للانترنت، انترنت، اوكي، ذول اثنيناتهم بالانديا واليو اس، وهذا الفاير وول موجود خلينا نقول باليو اس. اوكي، هذول اذا يريدون يروحون للانترنت بالديزاين القديم بالشركات، اوكي، يسموه باك هول ديزاين اركيتكتشر. شنو هذا الباك هول ديزاين؟ فكرتك الاتي، يمكن اغير اللون بسرعه. فكره الباك هول ديزاين يقول لك ابو الانديا وابو اليو اس اذا يريدون يروحون للانترنت عن طريق الانترنت الخاص بالشركه، طبعا ابو الانديا هو بالكمبيوتر مالته الشخصي يروح للانترنت من هناك، من الهند للانترنت يعني. بينما بالشركه يقول لك لا، انت تستخدم الانترنت وانت رابط على الشركه، فلذلك الانترنت انت يا ابو الهند تجي لليو اس وتطلع للانترنت، هذا يسموه باك هول. اوكي، ابو اليو اس ما عنده مشكله، بس ممكن هذا الفاير وول موجود بولايه وهو بالجنوب والفاير وول بالشمال امريكا، فلذلك يتاخر يعني يصير ديلي. زين، واذا اثنيناتهم بالهند واليو اس يريدون يروحون للديتا سنتر اللي هي باليو اس، ابو اليو اس ما عنده مشكله، اوكي، حيطلع كذلك من هنا يروح لها، بس ابو الهند راح يجي من الهند يروح للديتا سنتر اللي هي بامريكا. اوكي، طبعا ليش يريد يروح للديتا سنتر؟ لانه يريد برايفت ابلكيشن، يريد يعني يريد يشتغل بالديتا سنتر مالته يعني. تمام، هنا عندنا اشكال. ليش؟ لاحظ ابو الهند يروح لامريكا ويروح للانترنت من هناك، هاي يسموها الباك هول، وكذلك ابو امريكا عنده اشكال. زين، كيف يعني؟ هذا مو مشكله، هذا انترنت. لا، اصبح مشكله. ليش؟ لانه هاي الديتا سنتر اللي تشوفها اللي موجوده باليو اس، هاي الديتا سنتر نصها راحت وين؟ راحت قعدت بالانترنت. وين قعدت بالانترنت؟ قعدت بالاجور او بالاي دبليو اس، وقعدت تكنولوجيا جديده اسمها سوفتوير از ا سيرفيسز، اس اي اس. اوكي، فصار الوصول لهذا الابلكيشن السوفتوير از ا سيرفيسز مرتبط بالانترنت بشكل او باخر. يعني الانترنت صار مهم، قبل كان يلا خلى اتاخر للوصول للانترنت ما عندي مشكله، بس الان صار مهم. ليش؟ لان تطبيقات الشركه موجوده عليه. مثل ايش يعني؟ مثلا خلينا نقول هذا الاوفيس مالته، اوفيس 365، الايميل، اذا دا يشتغل جوجل سويت، يعني هذا الاوفيس مال جوجل والدوكيومنتيشن مال جوجل، هذا كله راح وين؟ راح بالكلاود، هنا بالانترنت. فاذا هو دا يريد يفتح صفحه اوفيس 365 او ايميل، حيروح لامريكا، الله يروح للانترنت لهذا الصفحه، ويروح من الانترنت اللي موجود بامريكا. زين، ما هو قريب عليه انديا مننا، يقدر يوصل للساس ابلكيشن للانترنت.
الباك هول ديزاين دي يمنع هذا الموضوع. باولا فكرت بهذا الموضوع، قالت ما اني هذا عندي في ام فايروول، اوكي ليش ما اروح اخلي هاي الفي ام من خلال الكلاود، من خلال الكلاود تكنولوجي اللي موجوده بالهند، خلينا نقول هذا الازور او وات ايفر بالهند، اوكي اروح اخلي له فاير وول هنا، فاير وول في ام لهذا اليوزر. طبعا انا ما احكي يوزر واحد، الاف اليوزريه بالهند مثلا، اوكي فهذا اليوزر بدل ما يروح لامريكا انيمور، بعد ما يروح لامريكا ما يحتاج يروح من هنا على هذا الفاير وول بالهند، يطلع للانترنت، يصل الانترنت سريع مالته، يطلع للشنو، يطلع للساس ابلكيشن اللي يحتاجه بالشركه بدون اي مشاكل والسرعه موجوده. طبعا اذا بالهند يريد يروح للديتا سنتر اكيد لازم يمر باليو اس، فهذا ماكو بديل عنه يعني. فبس لاحظ اللعبه تغيرت، اللعبه تغيرت كيف انه اليوزر بالهند ما يحتاج بعد يروح للامريكا للاتصال بالانترنت نمبر 1، نمبر 2 للاتصال بالساس، وحنشوف الساس وموضوع شلون مهم جدا، سوفت وير از ا سيرفيسز، اغلب الشركات بدها تروح لهذا الموضوع. تمام، اذا هذا ولد لنا شنو، ولد لنا تفكير. طبعا ابو امريكا نفس الشيء، مثلا هذا في ولايه بالشمال اقدر اجيب له فاير وول هنا، هاي الكلاود اليمه اجيب له فاير وول قريب يمه يطلع على الانترنت، وكذلك يجيبه وين، يجيبه للساس ابلكيشن. هذا شنو، هذا فتح لنا باب كبير اللي هو البريزما ساسي اللي ده تشوفه هنا. هذا الموضوع الفي بي ان موبايل يوزر، هذا فقط لليوزريه ده تشوفه هنا. هذا انسحب وين، انسحب على السايد تو سايد، اذا تتذكر فرع لفرع في بي ان، يعني تصور هذا صار فرع وهذا صار فرع بالهند، فقاموا يجيبون كلاود هنا ويستخدمون تكنولوجي ساسي بالسايتات مو فقط باليوزرية، وانسحب الموضوع وصار أكثر، صار بي يتدخل موضوع الـ SD1، وصار بي موضوع يتدخل الـ Firewall as a Services، يعني بالو قامت تخلي بالـ Azure بالكلاود من خلال تكنولوجي ساسي Firewall as a Services، مو فقط الـ VPN وإنما Firewall كامل صعد وين، صعد لي الكلاود من خلال تكنولوجي ساسي. وفتحنا موضوع السكيورتي كلاود الكازبي، حنيجي نحكي عليه مثلا اذا كان عندنا وقت. فتحنا موضوع اخر اللي هو سكيور ويب اكسس او سكيور ويب جيت واي للبروكسي، وفتحنا موضوع كذلك التست اليوزر اكسبيرينس، هل اليوزر دي الخط مالته اقدر اسوي له تشيك، اقدر اعرف الترابل شوتينج المشكله وين، اذا اليوزر عنده اشكال ليتنسي دروب اقدر اشوف هاي المواضيع، اكيد لانه صار كل الموضوع فيزيبل. قبل كان يروح للديتا سنتر، ومن الديتا سنتر يروح للمكان، ما اعرف ايش يصير بالديتا سنتر، ما عندي فولي فيزيبيليتي. الان الموضوع اختلف كله، ليش؟ لانه اصبح كلاود بيس مع الساسي، والساسي مع البريزما اكسس حقيقه فتحت تكنولوجي كبيره جدا. اذا باختصار من الفيزيكال اللي دا تشوفه اللي امامك هنا، راحوا للفيرجوال بالكلاود، من الفيرجوال بالكلاود راحوا البالو التو، سووا لهم كلاود خاصة بيهم اسمها بريزما، اوكي وسموها بريزما ساسي، اللي خلوا بيها التكنولوجي اللي تبعت هاي الثورة الخاصة بالساسي سيكيور اكسس سيرفيسز ايج، اللي مثل الساس سيكيورتي، السيكيور كلاود اللي ذكرناها، الاس دي 1 كذلك ضافوها، الفايروول از سيرفيسز، الكازبي، زيرو تراست نتورك اكسس، مواضيع كثيره انفتح هذا الموضوع. حقيقه ممكن نسوي لنا دروس خاصه بهذا الجزء، هذا الجزء انا فقط حبيت اوضح لك اياه، هذا الفيوتشر الخاص بالبالو التو ما حتفهمه ولا يكون عندك فكره صحيحه عليه اذا ما تفهم اصل القصة مين. فلذلك احنا حنبدي نحكي بالفايروالات هنا، وعموما اغلب المواضيع اللي حتشوفها تتطبق بهاي الاجهزة، اوكي هي نفسها تتطبق وين، حتتطبق بالكلاود اللي اسمها بريزما اساسي. اتمنى فكرة خطة الطريق الخاصة بالبالو التو وصلت لك بشكل صحيح. المستقبل كله دي يروح على موضوع الساسي، فلذلك معرفتك بهاي الأجهزة حقيقة حتوفر لك المستقبل
كيف تتعامل مع الرؤية المستقبلية الخاصة بالسيكوريتي. أتمنى الفكرة وصلت لكم بشكل صحيح. شكرا جزيلا والسلام عليكم.